السبريد اوبريتور هي من الحاجات اللي الفيتشرز اللي ظهرت في ايكما سكريبت 6 واللي بتسمح لي ان انا سبريد اوت الاليمنتس اوف ان اتربل اوبجكت زي الاري والماب والست وات ايفر. طيب خلينا ناخد اكزامبل بحيث نفهم اكتر ازاي اصلا نستخدم. انا عندي اري فروتس وعندي اري فيجيتابلز وعندي اوبجكت ومحتاج اعرف دول اللي انا هشتغل عليهم وعايز اعرف ايه السيتويشنز اللي انا ممكن استخدم فيها السبريد اوبريتور لان السيتويشنز هي اللي هتبين لك انا ممكن استخدم حاجه زي كده في ايه. عندي اول حاجه ممكن تستخدم السبريد اوبريتور في الكوبينج للاري ان انت تعمل كوبينج للاري. ممكن استخدم السبريد اوبريتور في الكونكاتينيتنج او الكومبايند للاري. ممكن استخدم السبريد اوبريتور في السبريدنج الاليمنت توجذر وذ ان انديفيدوال اليمنت. ممكن استخدمها للاوبجكت. طيب تعالى ناخد سامبل بقى لكل واحده من دول. لما اجي ازاي اعمل كوبينج للاري يوزنج السبريد اوبريتور اقدر اقول له let new fruit array equal for example new array واقول له انا عايز الفروتس. النيو فروتس دلوقتي الفاريبل هو في القيمه بتاعت الفروتس اري. طيب الكونكاتينيشن او ازاي كومباين تو اريز كنا خدنا لما لما كنا بنيجي نعمل الموضوع ده زمان كنا بنيجي نقول لك كونست كومبايند اري ايكوال الاري اللي اسمها فروتس دوت كونكات واقول له اعمل لي الكلام دوت فيه مع الفيجيتابلز. فالكومبايند اري في الكيس بتاعتنا كانت يبقى فيها الفيجيتابلز وفيها الاري اللي هم التو اريز اللي احنا عملنا لهم كومبايلز. بس في ليميتيشن هنا شويه. الليميتيشن ان انا ما اقدرش مثلا احط element ما بين التو اريز. الليميتيشن ان انا ما اقدرش احط element في اخر الاري. فاحنا لو جينا نعملها هنا كونست كومبايند اري يوزنج spread operator equal اقدر اقول له اعمل لي الفروتس وحط لي مثلا محمد for example وحط لي الاري التانية اللي اسمها vegetables. يبقى الكومبايند اري وذ سبريدنج اوبريتور اديتني الافيلابيليتي ان انا اقدر انجكت element ممكن احطه في وسط الاري ممكن احطه في اول الاري ممكن احط في اخر الاري او whatever. طيب ايه الكيسز اللي انت ممكن تستخدمها تاني غير الكونكاتينيتنج؟ عندي الـ spread element together with individual element. فأنا لو أنا عايز أضيف مثلا new element new vegetables array equal وجيت قمت جاي ضايف حاجة جديدة مثلا new وقمت جاي حاطط الـ vegetables الـ vegetables array فطبيعي الـ new vegetables array دلوقتي بقى خلاص قدرت إن أنا أقدر أضيف فيها زي اللي أنا عايزه. طيب هل التعامل مع الاريز بس؟ لا، انت ممكن تتعامل مع الاوبجكت كمان بنفس الطريقه. فانا لو انا عندي تو اوبجكت التو اوبجكت مثلا زي فيرست وسكند وعايز اعمل كونكاتينيشن للتو اوبجكتس دول مع بعض كونست اعرف فاريبل مو مثلا زناتي ايكوال وافتح نيو اوبجكت انا عايز كل الاليمنت اللي موجوده في الفيرست اوبجكت سيبريتور فيرست وعايز كل اللي موجوده في السكند اوبجكت. يبقى دلوقتي الفاليو دي اللي هي مول زناتي لما اجي ابص على القيمه بتاعتها الاقي فيها الاوبجكت وفي البروبرتي بتاعه الفيرست اوبجكت وفي البروبرتي بتاعه السكند اوبجكت بلس ان انا ممكن ازود اصلا عليهم زي في الكيس بتاعتنا هنا جوب سوفت وير انجينير. يبقى دلوقتي انا عندي اوبجكت في نيم وفي تب وفي الجوب بتاعك. ديت السيتويشنز اللي انت ممكن تشوف فيهم السبريد اوبريتور. ونرجع نقول لك التعريف بتاعها تاني، انت بتسمح لك ان انت بتسبريد اوت الاليمنت اوف ان اتربل اوبجكت زي الاراي والماب.